نرجع تاني وبينضمنا الأستاذ إسلام صادق الناقد الرياضي بالمصري اليوم ورئيس تحرير برنامجنا في كرة كل يوم. يعني ما نقدرش نتكلم بقى عشان هو رئيس تحريرنا في كرة كل يوم. ازيك يا أستاذ إسلام؟ كابتن كريم ازيك؟ أخبارك إيه؟ بيه. الله يخليك، بقالي كتير ما شفتكش. قد إيه؟ 5 دقايق؟ بالظبط. يعني دايما بنستنى بقى الفقره بتاعتك انت، المفروض بكره الخميس، بس قلنا نفصلك عن استاذ احمد الخضر شويه عشان منع للخناقات والمشاكل والخلافات. يعني معلوماتك ايه عن موضوع عوده الدوري؟ ايه اللي بيحصل النهارده؟ كان كل متوقع ان مجلس الوزراء يناقش مساله عوده الدوري المصري. بص، لو تفتكر الخميس اللي فات انا قلت لك ان في تحفظ من وزاره الداخليه على عوده الدوري، وان الجهات الامنيه مش ما بتفضلش ان الدوري يرجع في الفتره دي. الناس اللي بتتكلم في الفتره، بس يعني بس قالوا ان وزاره الداخليه وافقت بدون جماهير. لا لا، ما فيش كلام. يعني مين اللي قال؟ ما فيش حد. يعني سيبك من الاخبار اللي يعني احيانا بتنتشر على المواقع وعلى الفيسبوك والكلام دوت. لا، في تحفظ من الداخلية من عودة الجماهير، ده رقم واحد. رقم اتنين، القرار نفسه، يعني الناس اللي بتتكلم على ان طبعا ما فيش شك ان الكل عايز الدوري يكون موجود، لكن من المفترض ان اصحاب القرار بيتعلموا من الاخطاء اللي بيقعوا فيها، زي ما هم وقعوا في ضغوط عودة الجماهير. دوت حصل المرة دي ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارة عايز يرجع الدوري، لكن في نفس الوقت في امور ما فيش، يعني قرار زي دوت رقم واحد في الامن او موافقة الامن، الى جانب الاحداث السياسية اللي بنمر بيها وتصاعد الاحداث السياسية خلال الفترة الاخيرة، بعد طبعا اللي حصل في ليبيا او احداث ليبيا. وبالتالي كان من الطبيعي ان يتم ارجاء القرار للاسبوع اللي جاي. حسب المعلومات اللي من اتحاد الكرة، ان في حالة لو الدوري ما رجعش خلال اول مارس، ده ممكن يؤدي الى الغاء الدوري. ولكن اتحاد الكرة لغاية دلوقتي طبعا، يعني عايز اقول لك بالبلدي، ده كارثة، موضوع مش سهل كده. اتحاد الكرة هيموت والدوري ما يرجع، والدوري يرجع. يعني بس ده طبيعي ان الدوري يكون موجود. الدوري يرجع، لان بالنسبة للاتحاد وبالنسبة للرعاية الخاصة بالاتحاد هيكون في خسارة كبيرة جدا على الاتحاد من ناحية الرعاية. نفس الامر بالنسبة على كل اللي مش اتحاد الكرة بس، على الاندية وكل حاجة واللعيبة والناس بالزبط. الصناعات اللي هي داخلة في صناعة كرة القدم. لكن يمكن انا كنت بتكلم مع ناس، هو القرار قرار زي دوت، يعني احنا او اللي شغالين في المنظومة الرياضية بتبص لها من ناحية رياضية ورياضية بحتة، حتى وان كان بيدخل فيها الامر الاقتصادي وهو خسارات الأندية، وحتى ولو كان الناس اللي بتتكلم فيه 5 و6 مليون واحد بيتكسبوا او مصدر رزقهم من الكرة، ولكن انت في وضع مختلف دلوقتي. يعني هو الناس برضو لازم تكون بتبص للامر من شقين، الشق السياسي في عودة الدوري في الفترة الحالية، لكن مرة تانية بأكد لك ان رئيس الوزراء عايز يرجع الدوري، ولكن مش عايز ياخد قرار متسرع يكون بعد كده يحصل احداث مؤسفة او حد يستغله بشكل او باخر. ناس برضو بتتكلم ان حتى دوت، يعني او الدوري لما هيرجع مش هيكون بجماهير، لكن مسألة ان برضو انهاك وزارة الداخلية في تأمين المباريات في وقت انت هيكون الفترة اللي جاية عندك انتخابات مجلس الشعب، وهيكون في تغطية الأحداث مهمة دولية على مستوى الدولة مش على المستوى الرياضي. وبالتالي الموضوع لسه مرجع للأسبوع اللي جاي. نفس الأمر الأسبوع الجاي اللي هو اجتماع مجلس الوزراء برضه يوم الأربعاء. ما هو في النهاية هو مجلس الوزراء صاحب القرار.
يعني في النهايه رئيس الوزراء هو صاحب القرار ووفق لي تقارير الجهات الامنيه رغم مساعي خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، ولكن زي ما بقول لك وباكد لك ان ممكن انت تكون شايف الموضوع من وجهه اللي هي شايفاه كل الرياضيين او كل لعيبه الكوره او كل اللي شغالين في المنظومه. من غير جماهير وانت لازم برضو الحياه تبقى طبيعيه في مصر، يعني انت مش هيبقى عندك جماهير زي ما بكلم. ما كان الدوري ماشي زي الفل بدون جماهير. مساله مع اول اسبوع لعوده الجماهير الدنيا باظت. طيب لو الاحداث اللي حصلت الفتره الاخيره ديت حصلت والدوري شغال ما كانش هيكون في تاثير على الدوري. ولكن الاحداث كان موضوع ليبيا واللي حصل ده لكن مؤثر. لكن احداث الزمالك وامبي ودي تاني وقعة لماتش تحصل في مباراة كرة قدم فأقل من 4 سنين، فدوت مخلي مجلس الوزارة يكون متحفظ في الإسراع بعودة الدوري مرة تانية خصوصا بعد تصاعد الأحداث السياسية في الأيام اللي فاتت. يعني هو برضو بس النسبة الأقرب إيه يا إسلام؟ يعني برضو أكيد بيبقى في تنبؤات، في مؤشرات، في كلام بيتقال من جوه. النسبة الأقرب إن الدوري يرجع ولا الدوري يتلغي ولا ما حدش عارف حاجة لسه؟ لا ما حدش عارف حاجة. أنا بكلم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة لغاية الساعة 2-3 العصر ما كانوش عارفين حاجة. وبالتالي مش هتقدر ان انت تحسم خلال الايام اللي جايه، مش قرار اتحاد الكوره ومش مسؤوليه اتحاد الكوره. زي ما كنا بنقول قبل كده ان عوده الدوري الفتره اللي فاتت ما كانش برضو قرار اتحاد الكوره، في الامر اكبر دلوقتي من اتحاد الكوره، من وزاره الشباب والرياضه، وبالتالي زي ما بكلمك هو مسؤوليه رئيس الوزراء. رئيس الوزراء كمان هو انت الميزه المره دي ان رئيس الوزراء راجل كان تولى رياضي جدا نادي وراجل على علم بالتأثير السلبي وعشان كده لإلغاء الدوري او لتأجيله. لكن في نفس الوقت هو دلوقتي مش رئيس نادي، هو الراجل رئيس وزارة، هو الراجل مسؤول سياسي مش مسؤول رياضي، وبالتالي القرار مختلف تماما ووفق لي زي ما بكلمك رقم واحد الجهات الأمنية. ده بالنسبة لمسألة عودة الدوري. لكن إنك أنت تتكلم فيه زي برضه أنا استغربت النهاردة من إن جوزيف بلاتر باعت جواب لاتحاد الكورة بيطالب اتحاد الكورة فيه بعودة الدوري. يعني أولا هو فيلم بلدي قوي. كلمك بمنتهى الأمانة يعني إن جوزيف بلاتر صحي من النوم مرة واحدة وكل اللي شغله ومؤرقه ممكن ما نامش الليل بسبب إن هو مثلا ما اتفرجش على ماتش للرجاء والأسيوطي أو مصر المقصة وسموحة أو الأهلي والزمالك. يعني لأول مرة إن وديت ما حصلتش مثلا الفترة اللي فاتت إن جوزيف بلاتر يعني ما عملش دوت مثلا وقت احداث بورسعيد. فيعني امر غريب جدا، امر اللي عامله يعني مفضوح قوي، يعني انا مش عايز اتكلم اكتر من كده. لكن امر مكشوف. مساله ان برضه هيكون في ضغوط على اتحاد سوري على مجلس الوزاره او بطريقه او باخرى على المسؤولين في الدوله من خلال ان جوزيف بلاتر واصلا هيتم تجميد النشاط ومش عارف ايه. نفس الناس ديت هي اللي كانت بتحاول تضغط على الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق في وقت ما كان بياخد قرار بحل مجلس اداره سمير اتحاد الكره برئاسه سمير زاهر بعد احداث بورسعيد. اول حاجه وكان طبعا الاعضاء اللي ما كانوش عايزين يمشوا من اتحاد الكره وعلى راسهم كان مجدي عبد الغني، وكان نفسه هو طلع وفجر الكلام دوت وقال انا ما قدمتش استقالتي وبالتالي انا ممكن اروح اشتكي للاتحاد الدولي. كان وقتها بعض من اعضاء المجلس بيضغطوا بورقه الاتحاد الدولي وان احنا هنتقدم بشكوى للاتحاد الدولي وهيتم تجميد النشاط. وقتها الدكتور كمال الجنزوري
لا سمع الكلام ده كله ولا فكر في الكلام ده كله وخد قرار بحل اتحاد الكورة. فمسألة ان جوزيف بلاتر يعني مرة واحدة يعني متابعته اللي هو يعني اليومية لمباريات الدوري المصري ده كلام عبيط جدا، مش عايز اتكلم فيه اكتر من كده. وفيلم هندي هابط وان فاكس يتبعت وفاكس ما يتبعتش وان جاي من الاتحاد الدولي، فكل دوت يعني في النهاية عايز اكد لك ان القرار هيكون قرار مجلس الوزارة وفي نفس الوقت قرار يعني الجهات الغاء الأمنية. الدوري امر وارد، ممكن ما يبقاش ما الدوري ما يكملش، كل شيء وارد. كل شيء وارد، ما تقدرش ان انت في ظل الاوضاع انت ما تعرفش بكره في ايه بالنسبه للاحداث السياسيه. الامور مرتبطه ببعض، انت مش في دوله تانية. فكره برضه بكلمك بمنتهى الامانه ان الناس البعض يجي يقول لك ان هيبه الدوله وعودة الدوري بيؤدي للاستقرار، قد تكون وجهة النظر دي صح، لكن احنا بنتكلم كل كلامنا دوت كلام قشور، فاهمني؟ مش وفق المعلومات، مش وفق المعلومات أمنية. مش اصلا على عودة الدوري بدون جماهير، ايه الأمنية اللي ممكن يعني يبقى فيه مشكلة؟ والله يسأل في دوت المسؤولين في وزارة الداخلية. لان انا لو كلمتك في اي حاجة هكون بفتي، لكن انا بكلمك في، وقلت لك الخميس اللي فات ان في تحفظ من وزارة الداخلية، والنتيجة ان النهاردة الكل كان بينتظر. انا من الساعة يمكن 11 الصبح مجلس الوزارة انعقد الساعة 8 الصبح او 9 الصبح، خلص الساعة 4 العصر. من الساعة 11 وطبعا هم مش هيدخلوا يعني بسم الله الرحمن الرحيم هيناقش عودة الدوري يرجع ولا ما يرجعش، عندهم ملفات مهمة فاهمني. فهم طبعا عندهم ملفات أهم بكتير جدا من عودة الدوري، والنتيجة في الآخر إن مجلس الوزراء مناقش عودة الدوري لأن كان عنده حاجات مهمة جدا. وأرجع الموضوع دوت لمزيد من الدراسة الأسبوع اللي جاي. فخلينا ننتظر الأسبوع اللي جاي، ما تقدرش في الفترة ديت ان انت تجزم سواء بعودة الدوري او بإلغاء. ولكن الكلام من داخل اتحاد الكورة ان في حالة عودة الدوري بعد اول مارس هيكون في صعوبة في انتظامه من خلال الارتباطات. الدوري ناقصه 17 اسبوع، احنا في الاسبوع 21 ناقصه 17، ان هما 38 اسبوع. لازم الدوري يخلص قبل 30/7 عشان القيد الافريقي بالزبط. والقيد الجديد. فيمكن انا كنت بتكلم مع في توقفات كتير بقى بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للانديه المصريه المشاركه في افريقيا وكده والارتباطات، وبالتالي مش هتقدر ان انت تاخد يعني حسب برضو كلام الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات ان هيكون في صعوبه في حتى لو ضغطوا الدوري هو حتى رافض فكره. يمكن كان في اقتراح من احمد بجاد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ان يتم ضغط الدوري ان الانديه تلعب كل 48 ساعه او 72 ساعه، لكن عامر حسين قال لك لا، ده حد ادنى هيكون 4 ايام كل 72 ساعه. ده اللي كان ممكن يقدر يتحكم فيه. وبالتالي زي ما بتكلم خلينا ننتظر يعني الكلام على عودة الدوري او الغاءه لسه قدامنا شوية خلال الاسبوع الجاي، لانه في النهاية هو قرار سياسي مش قرار خاص لا باتحاد الكرة ولا بوزارة الشباب والرياضة. طيب قول لي ايه اللي بيحصل بالنسبة لموضوع هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي لمنتخب ساحل العاج؟ هيجي مصر مش هيجي؟ هيمسك مدرب اجنبي؟ حاطين حد تاني مكانه؟ مدرب المصري حسن شحاته حسام، يعني عايزين نعرف. تحس ان كده في برضه غموض، في ناس تطلع تقول لك ده خلاص هيرفي رينار جاي مصر ومفيش مشكله وخلاص هيخلص وهيدفع شرط جزائي، ناس تانيه تقول لك لا ده هو الراجل النهارده صرح مش عارف في احد الصحف الايفوريه او الفرنسيه ان هو مبسوط في ساحل العاج وعايز يكمل مع ساحل العاج.
مش عارف ايه اللي بيحصل، فلازم نبقى عارفين من خلالك بقى ومن خلال معلوماتك يا اسلام. بص هو يعني في تضارب في القصه ديت، يمكن انا كنت بتكلم برضو مع مجدي المتناوي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المنوط حسب ما طلع واتكلم وقال ان هو بتضحك. فكرني لما دخل معايا قال انا بتكلم بدرشيني فلغتي مع الراجل اللي هو بيتكلم فرنسي. لا هو كان بيتكلم ان التفاوض عن طريق واحد صاحبه وسيط بيتكلم فرنسي. بيقول لي يعني الوسيط كلمه الساعه، انا النهارده الساعه 4 5 العصر حسب برضو كلام، ده مش كلام انا. والراجل ابدا يعني بيبدي ترحيب بتدريب المنتخب الخطوه الوطني. الايجابيه ايه طيب؟ يعني ايه اللي جاي؟ هو الراجل عنده مشكله في الفلوس مع الاتحاد الايفواري، وبالتالي هو قال لهم انا هخلص المشكله ديت واجي. مساله بقى ان تصريحاته في الصحف الايفواريه، هل هو يعني كان باتشيكو مثلا قبل ما يسافر يروح الشباب السعودي كان بيقول ان انا مستمر ونادي الزمالك ده حياتي وكانه واحد من ابناء نادي الزمالك، فاهمني؟ فانت دايما المدربين الاجانب دايما عموما بيفتح الخطوط كلها، ما بيقفلش حاجه، دايما عموما ما تصدقش المسؤولين في كل تصريحاتهم. وفي مسؤولين يطلعوا وينفوا التصريحات، وفي مثلا يعني مثلا بعض الناس كانت بتقعد تشكك في حوار عمر جابر اللي كان عمله في المصري اليوم اللي انا كنت عملته معاه. ماشي، بعد 4 شهور عمر جابر بيقول نفس الكلام في التلفزيون كان مع وائل ابراش. ولكن زي ما بقول لك ما تصدقش كل المسؤولين علينا، وحتى لو كان تصريحاتهم ممكن فعلا تصريحاته ديت تكون في الصحف الايفواريه. اصل هو بص يا كابتن كريم، ما فيش اسهل من الايام، فمهما كان حاول المسؤول ان هو ينفي فالمساله بتفضحه يعني، او الايام بتفضحه بسهوله جدا يعني. فمساله هيرفي رينارد هو الاقرب لغايه دلوقتي. مساله الخلاف على ان في حاله الغاء الدوري حسب برضو كلام مسؤولين داخل اتحاد الكرة ان هم احبطوا محاولة حسن فريد بطرح فكرة ان يكون في مدرب وطني في حالة الغاء الدوري، وتحديدا كان حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة كان طرح اسم حسن شحاتة المدير الفني للمقاولين العرب وقال ان هو الافضل. وانا كنت اتكلمت برضو معاه في القصة ديت وقال لي ان انت لو هتيجي او لو هيتم الغاء الدوري فانت امام تكرار مرة تانية تجربة برادلي اللي هو المدرب الامريكي اللي قاد المنتخب الوطني لاكبر فضيحه في تاريخ الكره المصريه بالهزيمه من غانا 6-1. طيب هيتم حسم الملف ده امتى؟ يعني كل شويه اذا كان هم مش اصل هي الـ 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 يعني هم رابطين المنتخب باتحاد بعوده الدوري، وبالتالي مش هتقدر تحسم الملف دوت الا على ضوء عوده الدوري، وعوده الدوري مش في ايد اتحاد الكره، في ايد مجلس الوزاره. لكن في نفس الوقت هو في خلال الفتره اللي فاتت خلافات داخل اتحاد الكره حوالين في حاله الالغاء ان يتم اسناد المهمه لمدرب وطني، او يتم اسناد في حاله الالغاء او يتم التعاقد مع هيرفي رينارد او مع اي مدرب اجنبي لو فشلت المفاوضات مع يعني سلامة مفتوحة في جميع الاتجاهات. بص انا وجهة نظري ان في حالة عودة الدوري محدش هيقدر يتكلم مع اتحاد الكورة بمنتهى الامانة لو تم التعاقد مع هيرفي رينارد تحديدا، راجل واخد بطولة امم افريقيا في 2015، واخد بطولة امم افريقيا في 2013، وعنده خبرة خلال الفترة اللي فاتت، وان كان الوضع عندنا هنا في مصر يختلف في الفترة الأخيرة ان انت ما عندكش لعيبة بالكم الكبير اللي ممكن يتم الاعتماد عليهم او يجي مدرب اجنبي جاهز يستعين بهؤلاء اللاعبين خلال التصفيات سواء امم افريقيا او المونديال. وان كان انا بختلف بقى مع ده، انا متفق فيه مع اتحاد الكرة ان في التعاقد مع هيرفي رينارد في حالة ان الدوري يكون شغال، وفي النهايه الراجل هو اللي يعني هيقدر يحدد اختياراته. لكن في حاله الغاء الدوري
ده الخلاف مع بعض المسؤولين في اتحاد الكورة. انت هتجيب واحد وبالبلدي تهدر مال عام في دوري ما بيتلعبش في منتخب في راجل ما يعرفش طباع اللاعبين المصريين في مدرب اول مره يشتغل داخل مصر وفي وضع صعب جدا، فانت بتكرر مره تانية. خلي بالك انت كان برادلي يعني كان مسؤول علاقات عامه، ما كانش مدير فني، كان يروح يزور مستشفى السرطان واحنا والاعلام يروح يسقف له. ما هو دوت اللي بيحصل، وللاسف احنا عندنا ان برضو بعض من المواقع او بعض من الاعلاميين بيقعدوا يهللوا للمدرب الاجنبي. كان وقت انا كنت بتكلم وقتها مع زكي عبد الفتاح، وكنت بكلمه بقول له انت دايما بتلعب مع على عاطفه المصريين، وكان زكي هو اللي بيوجهه. يعني لو تفتكر حتى في اللبس كان بياخده شارع عبد العزيز بيجيب له التيشيرت والبنط. انا بكلمك بمنتهى الامانه، يعني دي حاجات وقائع يعني. وبالتالي في النهايه كانت النتيجه ان بيقول لك بعض من برضو الاعلاميين او المسؤولين داخل اتحاد الكره يقول لك ده الراجل تصدر التصفيات، والكل كان بيهلل له وقتها وتناسوا او هم بيتناسوا ان كان بيتصدر على منتخبات ضعيفه. هو اول مواجهه قويه وصريحه مع منتخب قوي ومصنف تلقيت هزيمه هي الاكبر في تاريخ الكره طيب. المصريه. يعني لازم برضو نتكلم شويه عن النادي الاهلي قبل السفر بكره ان شاء الله الى الجزائر ومباراه السوبر يوم السبت. يعني في جديد من النادي الاهلي اسلام؟ النهارده جريدو اعلن القايمه وال20 لعيب مسافر، واحنا قلنا القايمه من شويه. لا هو نقولهم تاني، نقولهم تاني عشان برضو الجماهير اللي متابعه. 20 لعيب في قائمه النادي الاهلي: شريف اكرامي، احمد عادل، عبد المنعم، مسعد عوض، سعد سمير، محمد نجيب، شريف حازم، صبر رحيل، حسين السيد، بسام علي، حسام غالي، حسام عاشور، تريزيجيه، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، احمد عبد الظاهر، عماد متعب، كريم بامبو، بيتر ايبي، اللاعب النيجيري. بص هو الاهلي انا يعني اولا في مكافآت خاصه بالنسبه للاعبين في حاله الفوز بالسوبر. التعامل كمان مع المباراه، يمكن علاء عبد الصادق رئيس جهاز الكره بالنادي الاهلي قال للاعبين ان البطوله ديت يعني هتفرق معاك، وفي حاله عوده الدوري هتكون دافع معنوي كبير جدا خلال مباريات الدوري إذا تم إعادته مرة تانية. وبالتالي أنا يمكن حتى اتكلمت مع المسؤولين في جهاز الكرة أو في الجهاز الفني للنادي الأهلي، ناس مركزة جدا عندهم رغبة إن دي بالنسبة لجريدو كمان هي يعني نقطة تحول. بالظبط، يعني انت جبت التعبير المظبوط. لو كسب ماتش صعب وفاق الصيف هيلغي الكلام اللي اتقال ان هو خد بطولتين بضربات الترجيح، وهو دوت اللي بينقله للعيبة خلال الفترة اللي فاتت. لكن مع نهاية الموسم هيكون في ودي معلومات، هيكون في تغيير داخل الفريق الأول، أو تغيير تحديدا في بعض من اللاعبين المؤثرين جدا أو نجوم داخل الفريق. توقعاتك أنت بقى للأهلي وفاق صيف؟ لا مباراة صعبة. توقع؟ لا ما بتوقعش. أنا ما توقعتش يبقى أنت قلقان. لا هو طبعا أنت قلقان لأن حالة النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت مش مطمئنة لجماهيره، ومش مطمئنة لجماهير الكرة المصرية، لأن أنا بعتبر أن النادي الأهلي بيمثل مصر في المباراة ديت. أنت بتلعب كمان فريق مش قليل، مدرب ذكي جدا خير الدين مضوي، يعني خلال احنا شفنا امبارح اهدافهم، كنا جايبين اهدافهم. هم عندهم خط الوسط والاطراف والهجوم كويسين جدا، عندهم نقطه ضعف في قلب الدفاع وحارس المرمى. بص كابتن كريم، انت ممكن تتكلم في الامور الفنيه، ممكن كابتن وليد صلاح او اي حد من الخبراء يكلمك في الامور الفنيه، لكن انا دايما بركز على حاجات مهمه جدا في تصريحات المدرب قبل المباريات المهمه، في التعامل مع اللاعبين والتعامل مع
المباريات المهمة. مضوي من المدربين اللي موجودين أو اللي طالعين دلوقتي من المدربين الأذكياء جدا في التعامل مع المباريات المهمة، بدليل نجاحه خلال فترة وجيزة جدا في الكرة الجزائرية، وده ممكن كمان يرشحه خلال ما بتكلمش على السنة دي، وده برضو وفق المعلومات من الجزائر انه يرشحه لتولي مهمة المدير الفني للمنتخب الجزائري. طيب في ناس بعت لك رسالة يا أستاذ إسلام، واحد قال ان إسلام صادق قال ان الدوري مش هيرجع على مسؤوليتي، وبيقول افكرك يا إسلام الدوري هيرجع، انت قلت كده؟ انا مش فاكر. طيب انا بحب برنامج كرة كل يوم وده اسمه كابو، انا طارق. هو يعني مسألة الدوري يرجع او ما يرجعش، احنا بنتكلم وفق المعلومات. معلومات مش رؤية. محدش خلال الاسبوع اللي فات مثلا في برنامجي الاسبوع اللي فات قلت ان ماتش الاهلي واتحاد الشرطة هيتأجل، انا بس بفكر الناس، قلت ان ماتش سوري الاهلي والاتحاد السكندري هيتأجل، ان ماتش الزمالك واتحاد الشرطة هيتأجل، على اعتبار ان احنا كلنا كنا مهيئين قبل الاحداث السياسية اللي حصلت في ليبيا ان الدوري راجع. انت دلوقتي ما حدش يضمن لغايه النهارده الصبح كان المسؤولين في داخل اتحاد الكوره اكتر منه رياضي، المسؤولين في اتحاد الكوره كانوا مطمئنين جدا ان الدوري راجع، ولكن اتصدموا بان هم ما تمش اصلا مناقشه. طيب بلال من عين شمس بيقول الاهلي هيرجع بالكاس وهيكسب 2-0 متعب. وليد سليمان احمد عبد ربه بيقول بحب فريق الاعداد جدا وبحب البرنامج. اسلام رياض ده راجل بيفهمنا مين ده اسمه احمد عبد ربه من مش كاتب منين. اسلام رياض من المنوفيه بحب الزمالك وبحب البرنامج جدا، الاهلاوي بحب كريم، الدوري مش هيرجع دلوقتي عشان مجلس الوزراء ما ناقش الموضوع النهارده. وسلم لي على اسلام صادق، انت يعني محتل نسبه كبيره قوي في الرسائل. هنقلب بس الصفحه كده بسرعه. هتقول لي احمد من هنا كده من البحيره الدوري لازم يرجع باي شكل. كابتن كريم انا كمبر من بلقاس المنصوره من عند مصطفى فتحي، مصطفى فتحي جاي له عرض من اوروبا ولا لا؟ محمد السعيد اخبار المدير الفني للمنتخب اسلام صادق قال. انا واحد بعت لي رساله بيقول انا احد افراد الالتراس كلمني وهشرح لك. محمد علي وبحبك جدا واتمنى تقرا رسالتي عشان اسمعها بالليل في الاعاده، عايزين المشاهدين عايزين الاعاده بدري شويه، تبقى الساعه 2 مش 3 عشان في ناس كتير بتتفرج على الاعاده. ده طلب ليك يا استاذ اسلام والمسؤولين في القناه. تقدر تعمله؟ نتكلم مع المسؤولين في القناه ان شاء الله. تقدر على المسؤولين في القناه ان شاء الله باذن الله. قول يا رب. انا يوسف حمدي من امبابه متوقع عوده الدوري. محمد مانو شاتم شويه في الناس اللي بتعمل مشاكل. جايب اسمي؟ لا، اللي بتعمل مشاكل اللي هم مشروع الهدف والحاجات اللي حصلت النهارده. مهندس ابراهيم فرغلي بيقول معقول يا كريم مبنى زي ده اللي هو مشروع الهدف من غير امن؟ ده مهندس ابراهيم فرغلي. رانيا هيرجع الدوري ان شاء الله يا كريم والدوري الاهلي وافتكر كلامي. محمد عادل بحب الاهلي. طيب اسلام، موضوع مشروع الهدف النهارده رايك في ايه اللي حصل في مشروع الهدف؟ همج. يعني هو اسلوب همجي انك انت بتضغط، يعني ما فيش حد باسلوب البلطجه ما حدش بياخد حقه. يعني اسلوب الهمجي دوت، يعني ما انت حرقت قبل كده اتحاد الكوره او اتحاد الكره اتحرق، ايه النتيجه؟ واتسرق منه كؤوس او اتسرق منه حاجه، ايه النتيجه؟ في شك ان كل متعاطف مع الضحايا في احداث مباراه الزمالك وامبي، زي ما كلنا كنا متعاطفين مع الضحايا في احداث بورسعيد، ولكن الهمجيه والحرق و الطرق ديت في النهايه هي بتضر اصحابها، مش بتضر حد من المسؤولين، وفي النهايه ما بترجعش الا حقوق ضحايا، ولا البلطجه ديت او الفوضى ديت بترجع حقوق اي حد. اللي بيكون عايز يعمل بلطجه او بيكون عايز بيعمل فوضى هو ده اسلوبه وهي دي حياته، وفي النهايه بيجني ثمارها، وفي النهاية بيكون مصيره المفروض. يعني ده المفروض أمام الحادثة اللي احنا شايفينها دي وناس عايزة تحرق مقر مشروع الهدف، المفروض ايه اللي يحصل؟
لا هو المفروض في وزارة الداخلية والمفروض ان يتم القبض على الناس اللي عملت كده والمفروض ان يتم عرضهم امام وسائل الاعلام علشان دوت ما يتكررش مرة تانية والمفروض ان زي ما الرسالة اللي جات لك ان المنشآت المهمة والحيوية سواء في كرة القدم او في غير كرة القدم ان يكون عليها تأمين طالما ان انت دلوقتي بتعيش فترة من بعض البعض عايز يعمل في فيها بلطجي وعايز وبيعيش او عايز يثير الفوضى لا لابد ان يكون في تصدي وده الكلام اتقال كتير قوي وبالتالي لازم يكون في حزم بشكل كبير جدا مع الفوضى اللي احنا شايفينها الفترة اللي فاتت. قبل ما نقفل كده او قبل ما نختم في خبر مهم كده تحب تقوله او حاجة هتحصل؟ عايز خبر مهم؟ حاجة انفراد كده قبل ما نقفل. حاجة على عمر جابر ولا بلاش؟ قول اه اللي انت عايزه. لا بلاش. لا قول. بلاش. لا هو انت قلت عمر جابر يبقى لازم هتقول الخبر ايه؟ لا بص مسألة عمر جابر وان هو ما بينزلش التدريبات بكرة في تحقيق الساعة 12 وبعدين هينزل التدريب بعدين تعليمات من رئيس نادي الزمالك ان هو ما ينزلش التدريبات بيقولوا بكرة هينزل التدريب ما النهاردة انا بكلمك في النهاردة انا ماليش دعوة لما نبقى نيجي بكرة نبقى نتكلم على بكرة ماشي لكن انا بكلمك في النهاردة هو اسماعيل يوسف مدير الكرة بينفذ تعليمات رئيس النادي بن عمر جابر ما ينزلش التدريبات قبل التحقيق معاه وعمر جابر النهاردة يمكن للمرة الثانية لبسه كلبس التمرين عادي جدا ولكن في النهاية رفض مدير الكرة ان هو ينزل المران بتعليمات من رئيس النادي بس اللي اتقال لي ان بكره في تحقيق الساعه 12 في الزمالك هيحضروا عمر وهينزل التدريب حصل النهارده لما يحضر بقى التحقيق طيب الصعيده بيقولوا لي انت ما بتقولش رسائلنا ليه معايا ثلاث رسائل من الصعيد بحبك قوي يا كركر انا مع عوده الدوري ده زيزو من ارمنت وحمدي من اينا نجا حمادي وكاتب لي قريه الحمديه بايد عوده الدوري وبيشتم اللي بيعطلوا الحياه الرياضيه في مصر انا احمد خلف بحب يا كابتن كريم وبحب الدوري وبحب الزمالك والدوري ان شاء الله هيرجع سعيد خليفه من كوم الرمل سمسطه بني سويف بس مش مكمل الرساله عيد من اسكندريه بيقول لابد من عوده الدوري بشكرك يا استاذ اسلام في حاجه تانية تحب تقولها قبل لا يمكن امبارح حصل مشاده ما بين حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري ومدير استاد اسكندريه ورفض حسام حسن او تسبب دوت ان الفريق سموحه ما يتمرنش على ملعب فريق الاتحاد لا فريق سموحه ما يتمرنش على ملعب الاستاد كان عندهم تمرين بعد الاتحاد عندهم تمرين بعد الاتحاد الساعه 4 وحسام لما عرف كده قلب الدنيا وجاب مدير الاستاد وكان في مشكله كبيره جدا في سموحه قالوا ان هيلعب الماتش في برج العرب مش في استاد اسكندريه لكن الماتش بقى يوم 28 كان عندهم تمرين حتى كابتن حسام لما عرف كده اما مرحل ميعاد التمرين كان المفروض الساعه 2 خلاه الساعه 3 لان المفروض كان الساعه 2 هيتمرن الاتحاد الساعه 4 هتمرن سموحه لكن حسام حسن رفض تدريب نادي سموحه على استاد اسكندريه بالظبط طب ليه لان قبل كده كان نادي سموحه كان رفض ان نادي الاتحاد يتمرن في نادي سموحه حتى تحديدا حسام حسن قال باللفظ قال لك عندهم 47 ملعب في سموحه يروحوا يتمرنوا هناك ما يجوش يتمرنوا هنا وهم في نفس الوقت بيرفضوا تدريباتنا في نادي سموحه. تمام انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ اسلام شرفتنا ونورتنا ودايما بنستمتع بالفتره اللي انت بتطلع معانا فيها وبتقول لنا كلام مهم جدا واتمنى لك التوفيق ان شاء الله اقول ولا ما اقولش طيب بشكر اسلام صادق رئيس تحرير برنامجنا والناقد الرياضي بالمصري اليوم بشكر كل طاقم العمل النهارده بشكر بيوم مخرجنا واحمد عبد الظاهر واحمد التوني وماهر الديب بشكرهم شكرا جزيلا اسلام فرج ومحمد شحاته وجهاد كمان في الصوت وبكره ان شاء الله نتقابل مع حلقه جديده من كره كل يوم بكره في حلقه هتكون مميزه جدا ان شاء الله وفيها مفاجاه باذن الله